في الحقيقة يعتبر قطاع السياحة من أكثر وأكبر المتضررين من هذا الوباء، لا سيما بعد توقف حركة النقل الدولية سواء جوا أو برا أو بحرا، وكذلك توقف النشاطات العديد من المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الحجر المنزلي وما تقتضيه ضرورة التباعد بين الأفراد والمواطنين. وهذا يعني طبيعي أنه تكون خسائر كبيرة وجسيمة على هذا القطاع. فعلا اليوم بعد يعني أقل من شهرين من بداية موسم الاصطياف، نحن أمام احتمالين. أولا، في حالة استمرار الوضعية فسنبقى متأهبين وسنحترم كل قواعد الوقاية، لأن الصحة أهم وأولى من كل شيء. أما بالنسبة للاحتمال الثاني، في حال والذي نتمناه يعني في حالة ما إذا تم القضاء على هذا الوباء في الأيام القليلة المقبلة، سنفعل مباشرة مخطط العمل ومخطط خاص لإعادة إنعاش هذا القطاع بصفة عامة، وسنبدأ مباشرة إجراءات تسيير موسم الاصطياف، وهذا باتخاذ عدة تدابير سريعة وعاجلة من أجل أن يكون المصطافين يعني في الموعد، واهتمام كذلك بالسياحة الداخلية بصفة عامة.